اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده هنعمل بقى المنين الناعم الجامد جدا اللي تاكليه كده يدوب في بقك، وبجد الطريقه وهم، طريقه سهله جدا ومضمونه جدا بمقادير شيف، وطريقه بجد والمقادير سهله قوي 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 ومش مكلفه خالص، وهنعمل بكميات قليله هتعمل لنا كميه وفيره جدا. يلا نصلي على النبي كده في التعليقات وعليه افضل الصلاه والسلام، ونبدا مع بعض. كل اللي هنحتاجه نص كوبايه، نص كيلو دقيق، يعني بالمعيار 4 كوبايات دقيق، وهنحتاج كمان ربع كيلو سمنه بالمعيار 2 كوباية سمنه، وهنحتاج 1.25 كوباية لبن، رشه ملح، رشه سكر، خميره، سمسم حسب الرغبه، عجوة برضو حسب الرغبة. بس هتعملي الطريقة بتاعتي دي يبقى لازم تحتاجي كل المكونات دي، تمام؟ هنروح بقى كده على النار ندفي اللبن وندفي السمنة، طبعا جو ساقع فلازم يدفو معانا. يلا بينا. بصوا بقى يا حبايبي، هنحط اول حاجة السمنة، لازم تبقى دافية زي ما انا قلت لكم. انا دفيتها اهو وهجيبها، هنحط كده السمنة، لازم نعيرها الاول في كوباية. طبعا السمنة سخنة عشان خاطر ما نخافش يكون كوباية ترشق مننا، نحط كده حاجة ألمونيوم. كده دي كده كوباية، لازم تبقى 2 كوباية بالظبط. بسم الله. هنحط بقى 1 كوباية تانية، كده دي 1 كوباية تانية اهي. نحط بقى الدقيق، بس الاول سوري هنحط السكر، لازم نقلب السكر كويس جدا مع السمنه. هي معلقه سكر واحده، ندوبها كويس اهي، هندوب كده بالشكل ده. بعد كده ننزل بالدقيق سنه سنه ونلم العجينه. السكر ده بقى فايدته هيخلي لك كده المعجنات بتاعتك لونها ذهبي كده وجميل جدا. كل حاجه بنحطها ليها فايده، بس بجد امشي على الوصفه دي بنفس المقادير كده بجد تحفه، تطلع معاكي كده حلوه قوي. هننزل بقى كده بالدقيق، 4 كوبايات دقيق، نفس المعيار اللي احنا خدنا بيه السمنه، بس طبعا كوبايه مختلفه عشان هنلاقي الدقيق لزق معانا. دي كده 1 2 3 4. هنبص بقى العجين ده كده نقلبه، اقعدي بسيه بقى كده نقلبي كده كل المكونات دي، ولسه هتيجي دور الملح. هنحط دلوقتي ثانية ملح كده صغنطتين كده في ايدينا بالشكل ده. هنحط بقى هنا كده 1.25 كوباية لبن، نحط كده 1.25 كوباية لبن احنا معايرينه بالظبط اهو، ونحط عليها كيس خميرة، لازم اللبن يبقى دافي زي ما انت شايفة كده مطلع اهو بخار، نحط عليها كده كيس الخميرة بتاعنا، نقلب كده. لو انت الدقيق بتاعك نوع في انواع دي لو نوع نضيف زي كده المعيار هنحتاجها ليه 1/2 كوباية دقيق كمان، لان بصي هو كريمي خالص، فاحنا هنحط عليه 1/2 كوباية دقيق كمان.
بصي بقى، يا اما لو عندك عجينه بقى او هاند بلندر، يا اما كده بايدينا كده. النبي عربي، يلا اللهم صل على النبي. بصي عجينها، بصي زبده خالص، ملبل، شايفه ملبل خالص اهي. نحط كده عليها اللبن، سيبنا سيبنا كده وقلبي بالشكل ده. مش دخلي كده كل المكونات، اهم حاجة تتقلب حلو جدا. نقلب كده بقى ونرجع لكم. بصوا بقى حبايب قلبي، بصوا العجينة لفت معانا لفة تحفة ولينة وناعمة، حلوة قوي قوي. بصوا مفيش انعم من كده ولا اسهل من كده. شوية دقيق على سمنة على معلقة سكر ومعلقة لبن ومعلقة ملح، كوباية لبن، يعني بصي مفيش ابسط من كده ولا انعم من كده. اهم حاجة ايه، عجناها كده كويس. هنسيبها بقى كده نص ساعة بس، نص ساعة كده ايه او ربع ساعة كمان. سب كده ترتاح، نشوف هنعمل ايه. كده العجينة بتاعتنا قعدت لها ربع ساعة اهي، طبعا كنا مغطيينها اهي بالشكل ده. بصوا بصوا ما بتلزقش في الايد اهي اهي، وهشة جدا وناعمة جدا جدا. نفسي هنجيب كده بقى العجوة بتاعتنا، حابين تحطوا عليها قرفة تمام، مش حابين خلاص. هنحط عليها 3 معالق زيت كده عشان بس تترى معانا، وهنبسها نعجنها. بصوا اهي تريت معانا خالص اهي. بصوا بقى احنا هنعمل اشكال كتير، فهناخد كده نصها هنعملها كور، هنكورها بالشكل ده كده كده اهو كده اهو ماشي. هنكمل بقى كده، هنجيب بقى كده كورة ونكورها كده في ايدينا. هي ما شاء الله ما تلزقش خالص وهشة، هنعملها كده. وهنجيب كده كورة من دي ونقفلها عليها. ما شاء الله العجينة حلوة قوي بجد، هتدوب في بقك دوب، لان هي دايبة في ايدينا خالص. تروح عاملاها كده تمام، حتة عجينة كده لينة كورها في ايدينا، نحط فيها كده الكورة بتاعت العجوة بالشكل ده، نكورها تاني كده. دي كده شكل شكل سهل ولذيذ، ولسه نعمل بقى الرول، حاجة كده حلوة قوي اهي. نجيب بقى السكينة، يلا اعمليها انت يا سلمى وانت امالك وانت امالك اعمل يلا. ولادي عايزين يشرفوني يا جماعة في الفيديو، يلا اعمل، بس امسك السكينة الناحية التانية. يلا اعمل كده اهو كده خلاص، شكرا. يلا هنكمل بقى كده على الترابيزة احسن بالشكل ده اهي. هنجيب كده النشيبة، ونفردها بالشكل ده. هي طرية جدا ما تقلقيش، عادي جدا. هنمسك كده بقى السكينة نقطعها كده بالشكل ده. نمسك واحد واحد كده ونعمله رول كده. شو شكله حلو جدا اهو. نروح جايين كده نعمل كده بالسمسم ونفرده في الصينية بتاعتنا.
بصوا بالشكل ده، هنكمل بقية الكمية ونقول لكم في الصينية عاملين ازاي. بصوا بالشكل ده كمان اهو، نجيب واحدة كمان مع بعض اهو. بصوا يبقى حلو جدا، هنعمله كده بالسمسم، هيلزق معانا بكل سهولة يعني، ولا محتاجين لبن ولا أي حاجة، هو هيلزق كده معانا. بس يا جماعة احنا عملنا أشكال كتير، وممكن كمان نفرد العجينة بالشكل ده ونحط كده حتة عجوة عليه ونسويها. تمام، لازم نسويها كده بالشكل ده اللي انتوا شايفينه. تقطع كده نصين بس بالشكل الجميل ده، كده اشكال مختلفة اهو. نروح جايبين كده السمسم ونحط كده في الصينية بتاعتنا اهي. بص احنا عملنا اشكال كتير، هي جميلة جدا، طريقة سهلة قوي قوي، حاجة كده تحفة. بصوا بنص كيلو دقيق يعمل لنا كل الكمية اللي انتوا شايفينها دي. بصوا يا حبايبي يعني حاجة كده تحفة بجد، حاجة رهيبة. العجينة كانت ناعمة جدا معانا، وانتوا هتشوفوا بنفسكم كمان لو جربتوا الطريقة هتلاقي الطعم بيدوب كده، وحاجة كده تحفة. هنحطها بقى كده في الفرن على درجة 213 دقيقة بالظبط بس، وتطلع معانا زي الفل. ده تحفة بجد، انبهار يعني. عملنا احلى منين اللي بنجيبه من الشارع بفلوس كتير جدا، عملناه كوباية وكوبايتين دقيق بس، نص كيلو قصدي دقيق بس، وكوباية لبن وكوبايتين سمنة، حاجة كده فظيعة يعني. عملنا احلى منين ناعم ممكن تاكليه. بصوا بيدوب في البق دوب، شايفين شايفين، افتح لكم واحدة. بصوا بصوا هاكلوا كده، بصوا بيدوب خالص، ناعم وجميل جدا، حلو قوي قوي قوي. هتعمليه وتشكليه كده بكمية كبيرة، بصوا ما شاء الله كمية عاملة ازاي، حاجة كده حلوة قوي. تشكليه بقى كده دوريات قرص، تشكليه كده ملفوف بالشكل كده الملفوف ده، تعمليه كده بالشكل ده. ده بنتي حبيبتي ساعدتني فيه وعملته بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، حلو قوي برضو زي بتاع الشارع. نعمله بالشكل ده، حاجة كده جميلة قوي قوي قوي. ولو لسه بتشوفيني لحد دلوقتي اشتراك ولايك لو اول مرة تشوفيني، ولو بتفرج عليا قبل كده متابعيني الف شكر ليكي، واشوف وشك على خير. لو في اي كومنت في اي حاجة ياريت تبعتولي، تعليقاتكم بتفرق معايا جدا. واشوف وشكم على خير، ويسعد قلبكم كده، وكل اللي نفسه اي حاجة يتحقق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.